ودي من المشاكل المحيره جدا في بيوت كتيره فكره ان الراجل سايب سايب مراته تشتغل فبيقول الطبيعي انها تشارك في مصاريف البيت ما بتشتغل وعندها فلوس ولو حد تصور ان دي مش مشكله محيره قوي اقول لك ان محكمه الاسره في اخر تقرير اصدرته 49% من مشاكل الطلاق بسبب الخناقات على الفلوس وعلى المرتب فالموضوع كبير ممكن لو مش في بيتك يبقى بيجتاح اغلب البيوت اللي حصل فيها مشاكل الطلاق ما بين راجل بخيل مش عايز يصرف على بيته وبيصرف على نفسه، ما بين ست بتضغط على الراجل في الفلوس انه يشتري حاجات فوق طاقته ولو ما اشتراش الحاجات دي تعاقبه بالنكد فاضطر الراجل يهين قرشه بدل ما يهين نفسه وبعدين يتداين وفي الاخر يتطلقوا. لست بتشتغل وجوزها طمعان في مرتبها. وهنا في معلومه مهمه جدا في مساله الذمه الماليه المنفصله. ده كلمه في الفقه كده تعبير في الفقه. الراجل لما بيتجوز الست بيدوبوا في بعض نفس واحده بس بتبقى ما بينهم بعض الحقوق المنفصله عن بعض زي ايه؟ زي الحقوق الماليه ان الست لو بتشتغل فلوسها اللي هي مرتبها ملكها ملك شخصي مش ملكها وهي ملك جوزها فتبقى فلوسها ملك جوزها العلماء ما قالوش كده خدوها منين العلماء؟ خدوها من الايه اللي في سوره النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني المهر بتاعها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا يعني الست لما يبقى معاها فلوس بتاعتها لو هتديها لك بطيب خاطر براحتك اصرف من فلوس مراتك ولكن لازم طيب الخاطر فاستفادوا منها العلماء ان في حاجه اسمها الذمه الماليه المنفصله عند الستات وهنا علشان يعني نحاول نحسم الحيره دي بطريقه واضحه في نوعين من الستات بتشتغل، في ستات بتشتغل مش عشان هم محتاجين فلوس، دخل جوزها مكفيها، لكن هي عايزه تثبت ذاتها وتشتغل بالشهاده بتاعتها وده حقها طبعا وزوجها موافق والبيت مستقر. بيجي العلماء في العلم الحديث بيحذروها من شيء معين ألا وهو التركيز في النجاح الشخصي ونسيان الدور الأساسي كزوجة وكحبيبة. لان احد مشاكل الستات في العصر الحديث زي ما بيقولوا المتخصصين مشكله انها تبقى ام وتنسى دور الحبيبه او مشكله اللي بيسموها مشهور قوي التعبير ده السترونج اندبندنت وومن ان هي تبدا تنطلق في الحياه وتركز في نجاحها وتنسى الدور الاصلي ليها كزوجه وحبيبه وام وطبعا سترونج اندبندنت حقها ان هي تبقى قويه بل ربنا يحب يشوفها قويه ويحب يشوفها مستقله لكن الاستقلال جوه العقد الكبير الميثاق الغليظ اللي هو الجواز عشان كده ربنا ضمن الله الاستقلال بفلوسها عشان يبقى ليها كرامه وليها شيء بيسندها اه لكن لا تستقل بشخصيتها فيحس جوزها ان شغلها كان سبب في انها كبرت عليه وده اللي عمل مشاكل الطلاق في بيوت كتيره جدا ان الزوج يحس انه بدا يداس عليه بسبب نجاح مراته فيقول لها الفلوس حطيها عشان ما تبقاش قويه بالفلوس فبيحذروها هنا المتخصصين من الحته دي فلو بتشتغلي مش عشان تشاركي بفلوسك فلوسك حقك ومش فرض عليك انك انت تحطيها في البيت لو حطيتيها في البيت ده كرم منك ومهم قوي الزوج يعرف حدود ربنا في الموضوع ده طب الصوره الثانيه بقى وهي صورة الستات اغلب بقى البيوت البيوت اللي فيها طموحات عالية وعايزين نعلم العيال في مدارس غالية وعايزين نتوسع وعايزين نحوش شوية فالراجل بيشتغل والست بتشتغل وبعدين في الأخر بيحطوا الفلوس على بعض عشان تعمل مبلغ معين يحطوا الأقساط هنا هنا الست بتشارك برضو بكامل إرادتها مش فرض عليها وهنا الراجل مطلوب منه إنه يقدر جدا 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 الست دي لان الست بطبيعتها غصب عنها ام فهتلاقيها كام على الستات الاسوياء اللي هم 99% من الستات بترجع من الشغل ملهوفه انها تشوف العيال والواجبات ومين مصدع ومين عيان ومين عايز يروح الدكتور ومين رايح التمرين بتاعه لان راجل كده كده مشغول هنا تقدير الرجل للست دي اخر احصائيه بتقول انها لو بتشتغل هيبقى عدد اجمالي ساعات شغلها متواصل في اليوم 14 ساعه الست اللي بتشتغل بره وهي أم تشتغل ثمانية بره وسبعة في البيت، إحصائية دراسة عملوها موسعة جدا على دول كتيرة. فاللي بيشتغل 14 ساعة ده منهج. عشان كده بجد من الأولياء الصالحين المقربين من ربنا الستات اللي بتشتغل علشان تعرف تساعد في البيت وفي نفس الوقت أم وزوجة حبيبة وبتحاول تحافظ على الإتزان ده، ساعتها هنا الراجل بجد يحطها فوق راسه. ويدرك تماما ان الست ما اتخلقتش للهلكه دي لكن هي جدعه وب راجل وشغاله بره وشغاله جوه ومش عايزه تاثر في حقه وتروح الحيره بقى من ان انا لازم اخليها تشارك لان انا لازم اقدرها. يبقى لو تسالني هي لازم تشارك ولا لا؟ اقول لك لا الشريعه قالت ذمتها الماليه منفصله ولو هتشارك تشارك كنوع من بمحض الاراده. ولكني بفكر الرجاله قوي 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 بتقدير الست اللي بتشتغل لان فعلا ده شيء منهك. بفكر الست قوي قوي اللي بتشتغل وناجحه بفكرها بدورها الكبير الزوجه الحبيبه الام واتمنى المعلومات دي جنب بعض كده تكون فيها خلاصه للسؤال ده تريح البال